السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبشكر حضراتكم على متابعتكم، وبشكر كافة الصحفيين ووسائل الإعلام متابعة عمل اللجنة. احنا ابتدينا عمل اللجنة اعتبارا من يوم 5/10 وفقا للجدول الزمني اللي تم إعلانه. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. بداية من يوم 7/10 تقدم الممثل القانوني للسيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، وتقدم السيد محمد فريد سعد زهران يوم 8/10 وشهرته فريد زهران، وتقدم السيد عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة يوم 9/10، وتقدم السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر يوم 13/10. والنهاردة آخر يوم في لجنة تلقي أوراق الترشح، وبنعلن انتهاء عمل اللجنة، وتقدم 4 خلال فترة عمل اللجنة من يوم 5/10 حتى يوم 14/10. ووفقا للجدول الزمني سيتم عرض تقرير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة المبدئية وكافة التأييدات التي تقدم بها السادة راغبي الترشح، وكذا التزكيات التي تم تقديمها من السادة راغبي الترشح. وبهذا تكون انتهت أعمال لجنة تلقي أوراق الترشح، وبشكر حضراتكم جدا على المتابعة، وبشكر وسائل الإعلام على متابعة عمل اللجنة. شكرا جزيلا. شكرا.